السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالجميع. اليوم جبت لكم وصفة رائعة، كيراتين للشعر، كيراتين طبيعي يستخدم للكبار للصغار بدون خوف. اللي هو نحتاج فيه سمسم أو الجلجلان. هنا عندي 2 ملاعق جلجلان أو سمسم، كل واحد كيف يسميه. وعندنا أيضا 2 ملاعق زريعة الكتان اللي معروفة بفوائدها للشعر. وعندي أيضا الروز اللي ما نقدروش نستغناو عليه في وصفاتنا الطبيعية. الروز كما تعرفوا عنده يعني فعالية للشعر ويقوي ويرطب الشعر. هنا في هذه المرحلة نحتاج أيضا ماء، عندي 2 كيلات ماء أي ما يعادل 2 كأس ماء. طريقة تحضيره سهلة، راح نبدأ على بركة الله. ناخذ أنا كسرونة بهذه الطريقة ونفرغ محتوايا اللي هو الروز وزريعة الكتان والسمسم. في هذه المرحلة راح نضيف 2 كؤوس ماء. بالنسبة لشعرها طويل ويكون يعني معمر، تستعمل يعني ضعف من الكمية، 3 ملاعق ولا 4 من كل مادة. بهذه الطريقة هنايا راح نخلط كامل المكونات ونحطها على النار حتى يطيب معايا الخليط. طريقة سهلة ووصفة رائعة وتستاهل يعني انه نجربوها، وانا عن نفسي جربتها واعطتني نتيجة رائعة. لهذا حبيت نتقاسم معكم الفيديو. كما سبق وعدتكم اني نحط لكم الوصفات المجربة. هنا بالنسبة للخليط راح بدا يغلالي بعد ما حطيته على النار، راح نخليه حتى يطيب معايا تماما، يعني الروز يطيب والججلان ايضا وزريعة الكتان تطلع كامل وش فيها. بهذه الطريقة هنا كما كنت تشوفوا راح نضيف له كمية قليلة من الماء باش يساعدني في عملية العصر بعد ما يبرد لي. هاوليك نتيجة تحصلنا عليها. خياتي ماسك رائع او كيراتين طبيعي رائع عن تجربة. هنايا بعد ما طفيت له النار تحصلت عليه بهذا الشكل. وش راح نديله الان؟ راح نقوم بطحنه، يعني ناخذ البراميكسور ونطحنه معاكم يعني حتى نتحصل الخليط يتجانس يعني يترحالي كامل. بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا راح نرحيه معاكم ونخليه يبرد، ومن بعدها نقوم ب يعني استخراج الكيراتين او الكريمة اللي تخرج لي من الخليط. طريقته سهلة وفعاليته اكثر، يعني عنده فعالية للشعر، يرطب ينعم، ويعني بعد ما تجبدوها تحسوا بفرق كبير كبير في شعركم. في هذه المرحلة انا وش راح ندير؟ راح نرحيه مليح ونخليه يرتاح لي شوية، لانه ما نقدرش نستخرج الخليط منه بعد ما راه سخون بزاف. هنا نخلوه يرتاح شوية. هنا بعد ما برد لي شوية راح نفرغه في جورب، ناخذ اي جورب يكون عندكم بهذه الطريقة، او شاش او اي حاجة نقدروا نستخرجوا يعني الكريمة بدون يعني الحبيبات تاع السمسم والجلجلان. ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم الفيديو، راني نحاول اني نقدم لكم الوصفات يعني بوقت قصير وتكون يعني مفهومة. بالنسبة لهنايا انا استعملت هذا الجورب لكن ما ساعدنيش لانه عمرته بزاف. حنخليه يبرد لي ونحي منه كامل الخليط. كما كنتم تشوفوا حنوريكم الخليط، هنا راه سخون ما قدرتش نستعمل يدي، راح نخليه يبرد ونستعمل يدي عادي. كما راكم تشوفوا هنايا حاولوا انكم تعصروا بالكميه القليله باش يساعدكم. راح نوريكم يعني الخليط اللي نتحصلوا عليه. هنا سمحوا لي راه سخون ما قدرتش يعني نعصره، راح نخليه يبرد لي ونعصره ونوريكم النتيجه. هنا بعد ما عصرت الخليط تاعي تحصلت على هذا الكريمه او الكيراتين. كيراتين رائع، بمجرد انكم تلمسوه بيديكم راح تحسوا بانه ناعم ويعني ويرطب. دوك تشوفوا بعض المكونات، انا راح نضيف له مكونات باش نساعده ايضا الشعر باش يعطي يعني قوه ورطوبه ونعومه. هنايا في هذه المرحله انا هنخليه يبرد لي لانه مازال سخون، ونضيف له المكونات اللي هما بسيطين يعني متواجدين في اي بيت. كما راكم تشوفوا هنا هذا هو المكون اللي تحصلت عليه. راح نخليه يرتاح شويه يبرد لي مليح
ونعطيكم يعني باقي المكونات نضيفهم مع بعض. هذا هو شكله، ان شاء الله يكون الفيديو نال اعجابكم، وهذه هي النتيجة تحصلنا عليها. الان في هذه المرحلة بعد ما برد لي راح نضيف له نوعين من الزيوت، وهذا اختياري، يمكن اضافة اي زيت يكون عندكم. انا عندي هنا زيت جوز الهند المعروف بترطيبه للشعر، راح نضيف حوالي ملعقتين او ملعقة كبيرة، وعندي زيت جونسون اللي ما نستغناش عليه في وصفاتي التجميلية للفوائد تاعو ولنعومة هذا الزيت. بهذه الطريقة راح نخلط المكونات جيدا ونوريكم طريقة استعمالها على الشعر ومدة البقاء به، والنتيجة في الأخير راح تشوفوها لما تستعملوه. أنا مع الأسف ما نقدرش نوريكم النتيجة، لكن انتوما جربوه وأكيد أكيد راح تدعولي على الوصفة. وصفة مجربة وناجحة ولقات يعني نتائج كبيرة كبيرة. كما وعدتكم وقلت لكم أن الوصفة الطبيعية لا ما نفعتش ما راحش تضر، وأكيد أكيد هذه الوصفة طبيعية ومعروفة في الوسط، يعني وسط الناس قاع يستخدموها بما أنه بذور الكتان معروفة. فهذه المرحلة بعد ما نخلطها منيح نأبليكيها على الشعر، يعني نوضعها خصلة بخصلة على الشعر ونمشط شعري عادي ونطمو وندلو كيس بلاستيكي ونقعد به مدة ساعة ساعتين ثلاثة، هنا الوقت اللي عندكم، حتى 3 ساعات عادي. أنا ما أكذبش عليكم بقيت بهم قريب 5 سوايع وتحصلت على نتيجة رائعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله وحفظه. سلام.